كما احتضنت اليوم المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة ببسكرة مراسم حفل تخرج الدفعات لهذه السنة، وذلك بإشراف قائد الناحية العسكرية الرابعة اللواء شريف عبد الرزاق. مراسم التخرج تميزت بعروض وتمارين تطبيقية عكست مستوى التكوين النوعي بالمدرسة. يقول مصطفى هتحت: مراسم حفل التخرج بالمدرسة التطبيقية للقوات الخاصة ببسكرة أشرف عليها اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة، وافتتحت بتفتيش الدفعات العشر المتخرجة هذا العام. أن جهود المدرسة التطبيقية للقوات الخاصة لا تكتمل إلا بنجاح المتخرجين منها في حياتهم المهنية العملية العسكرية، نجاح يتبعه التفاني والإخلاص والانضباط والسلوك السوي. وبعد أداء القسم تسليم الشهادات على المتفوقين وتقليد الرتب، ثم تسليم واستلام العلم، لياليه تسمية الدفعات المتخرجة باسم الشهيد عبد الكريم عباس. جاهزية عناصر القوات الخاصة لأداء مختلف المهام وبكل كفاءة واحترافية تجسدت في العروض التي قدمتها السرية الخاصة وسرية الفنون القتالية. وفي ختام الحفل تكريم لعائلة الشهيد عبد الكريم عباس الذي سميت باسمه الدفعة المتخرجة هذا العام.